الله معكن، وأهلا وسهلا بحلقة جديدة من كلمات يسوع الصعبة بالإنجيل. هالمرة رح أتوقف أنا وياكن على آيتين كلنا منعرفهن ومنعرفهن على الغايب تقريبا. بيقول فيهن يسوع لبطرس: سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما ربطته في الأرض ربط في السماوات، وما حللته في الأرض حل في السماوات. ثم أوصى تلاميذه بأن لا يخبروا أحداً بأنه المسيح. يمكن نقول نحن عم نقرأ هالجملة هي سهلة الفهم، بس كيف يعني مفاتيح الملكوت؟ يعني بطرس بده يضل واقف على الباب ناطر، أو هو بده يفتح وبده يربط وبده يحل؟ وكيف يعني الربط والحل، وشو العلاقة بين الأرض والسماوات؟ خلينا بالنقطة الأولى نشوف الإطار يلي قال فيها يسوع هالجملة لبطرس، وبعدين رح نتوقف شوي عن سورة المفاتيح وعن سورة بطرس والكنيسة بالمرحلة الثانية. بالنسبة لإطار النص، هو مأخوذ من إنجيل متى الفصل 16، لما كان يسوع معتزل هو وتلاميذه بقيصرية فيليبوس، وبيسألهم: مين بيقولوا عني الناس إني أنا هو؟ بيقولوا له: ناس بتقول إرميا، ناس إيليا، ناس أحد الأنبياء، مش مهم. ساعتها يسوع بيطرح السؤال تاني: مين بتقولوا أنتوا أني أنا هو؟ ما بيكفي شو بتسمعوا من العالم، ما بيكفي شو مناخد نحنا بالوراثة أو بالتعليم أو بالكنيسة أو بالمدرسة أو من أهلنا. مين بتقول أنتوا؟ مين بتقول أنت عني أنا؟ ساعتها بطرس بيجاوب بدلاً عن بقية التلاميذ كلهم: أنت المسيح ابن الله الحي. بيجاوبوا يسوع: حقيقة مش أنت يلي عرفت هالشي بفضل قوتك، ولكن بيي يلي بالسما هو اللي كشف لك هالوحي. وبيقول له ساعتها: سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، ما ربطته في الأرض ربط، وما حللته في الأرض حل في السماوات. هيدا هو الإطار. وبعد فينا نقول شغلة صغيرة عن الإطار بإنجيل متى، إنه بهالفصل متى 16 عم يختم الإنجيل متى مرحلة طويلة من حياة يسوع، أو قسم طويل من إنجيله تكلم فيه خصوصي عن مسيرة يسوع، عن الأعمال يلي عملها، المعجزات، الكلمات، التبشير. يعني حطلنا شوي هوية يسوع تحت المجهر، بينما ابتداء من هالاعتراف بلاهوت يسوع رح يكفي متى بتعريف عن هوية الكنيسة. يعني رح يبلش انطلاقا من متى 16 يركز على مرحلة جديدة من بشارة يسوع، مركزة خاصة على الموضوع الكنسي، فإذا على الكنيسة. ومثل ما بنعرف إنه إنجيل متى بيعتبروه إنجيل الكنيسة بامتياز، مش بس لأنه الكنيسة كانت تقرأ بأوائل الجامعات المسيحية الأولى، كانت تقرأ أيام الأحد، ولكن لأنه أكثر إنجيل بيركز على حياة الكنيسة، مفهوم الكنيسة، العلاقات بقلب الكنيسة، وشو مطلوب من كنيسة يسوع. هيدا الإطار. ننتقل للنقطة الثانية، المفاتيح. مرات كتير بالصور باللوحات بنمثل بطرس وكأنه ناطور بناية، حامل المفاتيح مندق له على الجرس عامل ناطور. لا، الإطار اللي شفناه بالنص بفرجينا عكس هيك. بفرجينا أنه بطرس عنده دور مهم بالترتيب الكنسي على الأرض. اللي ماسك المفاتيح عادة هو بيكون رب المنزل، يلي بيفتح، يلي بيستقبل، يلي يمكن بيحفظ بيته. وعندنا هالصورة، صورة المفاتيح، كمان واردة بإنجيل متى بالفصل 23، لما يسوع بيلوم وبيوبخ الفريسيين والكتبة، بيقول لهم: الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، ليش؟ لأنكم حاملين مفاتيح الملكوت، انتبهوا، وعم تقفلوه بوجه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا يلي بيريدوا الدخول بتخلون يفوتوا. إذن عطى نفس الصورة على الكتبة والفريسيين. وهون بالمقارنة بين الصورتين منفهم أنه بالنسبة لوظيفة الكتبة هي أنه يفتحوا. شو بدهم يفتحوا؟ هودي عم يدرسوا الشريعة، عم يدرسوا العهد القديم، عم يدرسوا كلمة الله ويتعمقوا فيها ويتبحروا فيها. معناتها المفاتيح هون هي مفاتيح فهم الشريعة، مفاتيح فهم كلمة الله، مفاتيح شرح وتفسير
التوراة. المفاتيح هي اللي بتسمح له أنه يفوتوا بالعمق لفهم هالكلمة يلي ربنا عطيهم إياها. وهون بمتى 16 بطرس عم يستلم المفاتيح، يعني عم يستلم مسؤولية بالكنيسة يلي بتعطينا مفهوم شرح الكتب على ضوء يسوع، على ضوء تعليم يسوع. عم يعطينا الإيمان الصحيح، وقت اللي أجدادنا كانوا يقولوا إيماني إيمان بطرس، مرات كتير ما كانوا يفهموا كل شيء بهالإيمان، ولكن يقولوا إيماني إيمان بطرس لأنه هو مستلم المفاتيح، مفاتيح التفسير، مفاتيح الشرح، مفاتيح الكتاب المقدس يلي بيربطوا بحلل عم يعملهم على هالأرض. فإذن بدنا نكون من ضمن الكنيسة، لأنه بطرس بيمثل هالطيار الكنسي، هالخط الكنسي، هالمسؤولية بالكنيسة يلي هي بتعطي للشعب المؤمن مفاتيح فهم الكلمة، كلمة يسوع. بنوصل للنقطة اللاحقة يلي هي بطرس والكنيسة. مثل ما شفنا بيقول له مش أنت اللي عرفت هالشي، ولكن أبي الذي في السماء هو كشف لك ذلك، ليس اللحم والدم. إذن بطرس مش بطل، عنده مهارات وشطارة وفهم زيادة عن اللزوم، ولكن عنده دور سلموا إياه المسيح، عنده رسالة نبع الله الآب، وهي رسالة إيمان. شو قال بطرس؟ قال له أنت هو المسيح ابن الله، يعني أعلن إيمانه. المفاتيح اللي عم بيسلموا إياها هي مفاتيح الإيمان، هي إعلان هوية يسوع، إعلان الإيمان، وعم يعرفها بوحي إلهي. وهيك الكنيسة يلي عم تمشي على خطى بطرس، مش بس بقوتها، بشطرتها، بفهمها، هودي مواهب عطاها إياهن الرب، ولكن عم تستمر بالإيمان. الإيمان هو الضمان الوحيد لصحة إيمان المسيحي، أنه يضل بكنيسته في استمرارية. ما في الإنسان المؤمن يفتح حسابه، يفتح ويقول عندي أنا الوحي، أنا بعرف، عندي الروح القدس، هيدا البابا شو عم يحكي، هودي المسؤولين شو عم يحكوا، ما بدي أمشي وراهن. الإيمان يلي عم تعطيه الكنيسة هو الضمانة لصحة إيمان المؤمن المسيحي. فإذن إذا كنا بدنا ننتمي لمار بطرس، بدنا ننتمي للكنيسة، بدنا نؤمن إيمان الكنيسة. وهم بتذكر خبرية بيخبرها أحد القديسين القديمين، وقت اللي بيجي واحد عم بيقول له يا أبونا ما بعرف أنا كيف بدي أمشي، كيف بدي كفي طريقي، بيقوم بيقول له يا ابني، وقت اللي منكون بالضيعة بأيام الشتي والزمهرير وبتتلج الدنيا، كيف بتعرف وقت اللي بدك توصل لمطرح وما تضيع، بتكون كل المعالم ممحية بالتلج؟ قال له بشوف بيي وجدي وين مشيوا، بيبقوا دعساتهم معلمين لأنه بيطلعوا قبلي عالطريق. قال له فإذن حط دعساتك بدعساتهم ومشي عالرك، مطرح ما فيه طريق. الطريق فتح لنا إياها يسوع، وعطى الكنيسة بشخص مار بطرس مفاتيح تنضل ماشيين فيها. شو ما كان وضعنا بقلب هالكنيسة ومسؤوليتنا، بدنا نضل ننتمي إلى هذه الكنيسة. وهيك منوصل للمعنى الأخير أو للنقطة الأخيرة يلي بتساعدنا نفهم أكتر الكنيسة بإنجيل متى، هو الإطار التاريخي يلي منعرف أنه وقت اللي انكتب إنجيل متى كان بطرس مات من زمان، وكانوا ماتوا الرسل، وكان بلشت الجماعات تاخد خط، جماعات بدها تضل على خط متمسك بالدين اليهودي، وهو خط مار يعقوب أخو الرب، وخط تاني مثل خط مار بولس بده ينفتح قدر الإمكان إلى ما لا نهاية على الوثنيين، وما يتأيد أبداً بالتقاليد اليهودية القديمة. إنجيل متى عم بيجرب يقول لجماعته أنه أنا بدي خط الاعتدال الممثل ببطرس، بطرس بنفس الوقت منفتح ومتمسك، بطرس بنفس الوقت عم يقبل يلي جايين من طيار يعقوب واللي جايين من طيار بولس، يعني الطيار يلي متقدم جدا بالانفتاح، والطيار يلي متزمت شوي بالتمسك بالشريعة اليهودية. وبالنهاية إنجيل متى يلي عم يكتب لكنيسة من أصل
يهودي بأكثريتها عم بجرب يقلنا إنه التعصب منه خط الكنيسة المزبوط، بده يكون في انفتاح، ولكن هالانفتاح ما بينسى الجذور، في تجذر وفي انفتاح، وهذا اللي عم بجرب يقلنا إياه بطرس بهالخط الكنسي المعتدل. ونحن مرات كتير بقلب الكنيسة في ناس بدهم كل شيء يصير بسرعة، بدهم التعمق بالإنجيل، بدهم الانفتاح، بدهم كل شيء جديد، وهن يلي بيساهموا بتقدم الكنيسة بسرعة. وفي ناس بيقولوا لا بالعكس، بدنا نحافظ على القديم، ما بدنا تغيير، هودي يمكن بينغلقوا شوي. خط الكنيسة هو خط معتدل، مرات كتير لا بيرضي يلي بدهم يتقدموا ولا بيرضي يلي ما بدهم التغيير، ولكن إيماننا إيمان بطرس، بدنا نضل ضمن هالخط المعتدل، نستقبل المبادرات الجديدة ككنيسة، ونساعد التقليديين يمكن أنه ينفتحوا أكثر. خليكم معنا منشان حلقة جديدة بوقت تاني من كلمات يسوع الصعبة، والله معكم.